توك في اليابان تقدر تأجر توك في اليابان. هيوقفوك هيحاولوا يقشوك ويحبطوك ويكسروك، خليك دايما جامد جرب حاول عاند. ايوه تقدر تأجر، هو ده، ولكن الموضوع غالي شويه، ولكن حاجه ممتعه. التوك ده ياخد اربع افراد، السواق اللي بيسوق وثلاثه يقعدوا ورا. معاك الرخصه اليابانيه، الرخصه العاديه تقدر تسوق بيها، مفيش اي مشكله. التوك ده 660 سي سي زي العربيه الكي شدوشا. طب ما تيجي نجرب نسوق يلا. تجربة لذيذة. طيب عايزين تعرفوا الأسعار. هو المشكلة الموضوع هيبقى غالي شوية، الثلاث ساعات ب 11,000 ين، ال 12 ساعة ب 20,000 ين، اليوم ب 36,000 ين، فالموضوع غالي شوية، ولكن تجربة لو انتوا ثلاثة أو أربعة ممكن تشتركوا، فالموضوع بيبقى لذيذ.